ماذا تحتاج لطبخ أكلة الكبة بأنواعها؟ خوش سؤال مو؟ لوز. هذا اللي لوز بالضبط. خلي نشوف بالله مصطفى شنو تحتاج لطبخ أكلة الكبة؟ يعني شو تسويها؟ مو بس يعني تقليها أو تسلقها، شنو نحتاجه حتى نعمل أكلة الكبة بكل أنواع الكبة؟ اللحم. نعم؟ لحم. خلي نشوف اللحم. نعم موجود، ولكن هو خامس احتمال. انت شو تقول استاذ ادهم؟ بهارات. البهارات، خلي نشوف البهارات. نعم موجودة، لكن توابل آخر احتمال، اكو اشياء قبلها.